السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما تشوفوا 307 دو لتر سون ديساج دي 2003. الموضوع تاع اليوم خوتي هو دي بي متر. كما راكم تشوفوا انا عندي هذا راه فازد. جاوني بزاف الاسئله يقول لك خويا اسكو دي بي متر يتنطوايا ما يتنطواياش، والله الطريقه اللي يتنطوايا بها وكيفاش نديرو. كاين اخرين قالوا لي الطوموبيل تاعنا كانت مخنوقه وكاين حين لافيش ولا تمشي، واش رايك فيها كي نخلي لافيش من ناحيه. المهم دوك نسيو كيفاش نجاوبوا على جميع هذه الاسئله في الفيديو هذا. المهم خوتي الطريقه تاع النيطواياج تبعونا مليح كيفاش نيطوايو الدي بي متر. اول حاجه خوتي اللي قبل ما نلحقوا لافيش، قبل ما تنحيوا لافيش واي حاجه نقولها لكم يعني نصيحه من عندي انا، اي حاجه عندها علاقه بالتريسيتي يفوت نحي الكوس. كاين اخرين لما ينحيوا في لافيش ويقلبوا بلا ما ينحي الكوس، وهذه انا الطريقه انا ما تعجبنيش. المهم ربي سهل على كل واحد. المهم اي واحد يلحق اللي فيش هادو اي فيشه هنايا عندها علاقه بالتريسيتي تنحي الكوس. السلام عليكم. بسم الله نبداو بالكوس نحيوه ونحطوه اكوتي. نجيو هنايا عندنا دوفيس فوالا، فيه دو فيس برك. هنا عنده دو زاتخاب كيما راكم تشوفوا، ما عندوش لي فيس اخرين. نجيو حنا هنا نحيو بريميرمون الكاج هذا، نحطوه هنايا، نحيو الفلتر تاع الريح نطلو عليه، اللي عنده مسخ يعاود يفيري فيه. انا اوطون كي شريت راح نبدلو نحط واحد جديد من بعدا. نجيو للديبيمتر نحيوه، عندنا هذا هنا فوالا، نحيو واش عنده هنايا. نجيو الكولي نحيوه بالعقل نتبعوه. الطريقه تاع النيطواياج تاع الديبيمتر كيما راكم تشوفوا. نجيو حنا هنا بسم الله نحينا الديبيمتر كيما راكم تشوفوا. انا عندي هذا الليكيد اللي راكم تشوفوا فيه سبيسيال مون تاع لي فيش حفايج الكترونيك نيطوايو هاي فوالا. بسم الله انا ديجا راني نيطوايت الاخر كيما راكم تشوفوا فيه، ديجا سيتو قبيل ما مصلحليش نزيدو نوليو لهذا. الطريقه تاع النيطواياج كما راكم تشوفوا يتغسل بهذه الطريقه. فوالا هذا لو كوتي الاخر. سيرتو هنا خوتي هنا يلفو با ما تلحوش بيديكم هنا، سيرتو هنايا ما تمس ما تلوحنيش يفونا، ما تمس بيدك هذا لابارتي هذا ما تلحش ليه بيديك. فوالا نوليو لافيش هنا ثاني نيطوايوها، ركزوا على الفيشه مليح هنا لتحتها. فوالا هنا كما كنا نحكيو تمسح على برا برك اخوتي ما تلحش بيديك لداخل. فوالا نوليو هنا ثاني كيف كيف كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه تاع نيطواياج كما كنت نقول لكم هنا ما تليحوش بيديكم. نوليو دوك نركبوه بسم الله، نوليو نحطوه في بلاصتو، نجيبو الفلتر. انا شريت واحد هذا ومازال شويه نظيف، ولكن اوطون كي جبت واحد جديد نركب جديد خير. نقلبو هذا في الباط فوالا، نحطو جديد في بلاصتو. نسيو كيفاش
نركبوه مليح باش يحكم بلاصتو نوليو لهذا. هذا راهي عندنا ثاني راه بروبر ما بيه والو لداخل، يعني كما راك تشوف فيه ليطا الله يبارك. كي تعود قايم سيارتك لونتريتيا وكلشي ما تخافش منها، مام نزيدو نفيريفيو لي فيش هنا الخيوط، باسكو دي فوا يكون واحد مطرطق واحد مكسر واحد هذا كيدير لك مشكلات يعني كيف كيف. انا راه يبان لي كلشي مليح ما عليهاش. فوالا هنايا راه كاين شويه تاع زيت، مي نطويوه خير. فوالا نجيو هنايا نقلبوه كيما كان، كيما كنا نحكيو قبيل، كيما هذا كيولي يحكم بلاصتو يولي يدخل بهذه الطريقه. فوالا يدخل هكذا ومن بعد يهبط. فوالا جيو حنا هنا هذه هي الطريقه تاع النيطواياج. فوالا سيريو الكولي نعدلو له البوزيسيون المليحه، هذا يجي هنا نوليو لافيش هاو اخوتي. نجيو هنايا ايوا اخوتي هذه هي الطريقه تاع النيطواياج تاع الديبيمتر. بالنسبه للناس اللي تنحي الفيشه هذه يقول لك انا نحي الفيشه ونمشي، كي كانت بالفيشه كانت مخنوقه السياره ما تمشيش مليح فيها يعني كيما حنا نقولوا ما عندهاش الروبريز، وكي نحيت الفيشه راهي تمشي والحمد لله. ولكن يا اخي راك بكيت نحي الفيشه صح تلقى ديفيرونس سيرتو لعاد هذا فاز دا يتبان تعطيك شويه تاع روبريز، ولكن ماهيش مليحه انك تسيركولي توجور كيما حنا نقولوا راك تمشي طول بالفيشه من ناحيه، باسكو راح تولي تكونسومي راح تولي تدخن رايحه تولي تزيد لك لافانوجيير رايحه هذه كيما هذه فيها الفاب رايحه ثاني تخمج لك الفاب تاعك رايحه دير لك بزاف مشاكل. هذا الفو هذا تيست برك تاع تنحي الفيشه تسيب برك من بعد تعاود تقلبو تمشي بها مخنوقه خير من تمشي بها مسرحه باش نكونوا متفاهمين، من بعد تحط واحد جديد. السؤال الاخر هذا هو اخوتي، انا دوك نسيي دوك نخرج بها لوطوروت راني نيطوايتو انا كانت تبان لي شويه مخنوقه دوك نخرج لوطوروت نعطيها ترى مليح نغازيها مليح ونشوف ترى لا ديفيرونس اسكو تبدلت، يعني كيما حنا نقولوا تبدلت ولا ما تبدلتش. اذا ما تبدلتش ما عليا غير على واحد نكوموندي واحد جديد. هذه هي كيما راكم تشوفوا الزيت راه مليح. ايوا اخوتي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. شوفوا الريزلطا مع النيتواياج كيسكو سا دون كي نيتواييناه، زعما تكون النتيجه مليحه والله ماهيش مليحه. انا تبان لي هكذا ديجا صافا شويه خير من قبيل طروازيام شويه اللي تشوف هنا كيما دوكا راني هنا راني افون
بيكبرها طالع بشويه تيرمو عندها بزاف ثاني ما حكمتش الطرود. اقدر انا كاتريام سانكيام طول شويه ولكن خير من نهار الاول. زعما نحبوا نزيدوا ديجا هنا رانا ديباسينا لا ليميت تاع لا فيتيس هنا راهي 110 في الشتا يقلبوها 110. كيما انا هنا واش راني نشوف، انا هنا نشوف ديبيمتر ديبيمتر ما ميت نيطوايا ما يعطيكش ان بون ريزلتا، لازم واحد جديد. طين يقول لك نيطوايي وكذا وكذا، ولكن مي كوميم طونوبيل طول باش تحكم روحها كيما داوين باش بدات تحكم روحها بشويه. احنا هنا نحبسوا الفيديو هنايا. المهم اخوتي ديبيمتر لازم واحد جديد، هذه هي لازم واحد جديد. انا ما نامنش بهذه تاع النيطواياج، انا ما نامنش بها، يعني حاجه كيما هذه سيرتو هو يعني حاجه حساسه جدا كيما يقولوا، لازم اجديد. ونتلقى في فيديو اخر ان شاء الله خوتي، واللي عنده كاش سؤال يتفضل، واللي عنده كاش تجربه في هذا المجال ثاني يخلينا كومونتير تحت. مرحبا بكم خوتي، على بروشان ان شاء الله.